مرحبا بالجميع مجددا. نستمر إذن فيما كنا بصدده في هذه الحلقة الثانية في نفس الموضوع، مشروع النموذج التنموي الجديد. إذن بعد أن تم استخراج المبلغ المالي الصافي السنوي من ميزانية الحكومة فقط من الاعتمادات التي كانت تذهب هباء منثورا، والتي كانت تصرف في كل ما لا يعود بالنفع الحقيقي على المصلحة العامة، يمكن التفكير في المرحلة الموالية التي تتعلق بتحديد الهدف وراء النموذج التنموي الجديد. أولا، يجب إعطاء مقترح النموذج التنموي الجديد المرتقب حجمه الحقيقي بكل واقعية، وعدم انزلاق نحو تعظيمه وتبجيله قبل أن يتحقق هدفه على أرض الواقع، تفادي للإحباط العام كما سبق وأن حدث مع تجارب سابقة. ثانيا، يجب أن يعي الجميع بأنه مجرد مرحلة حاسمة ينتظر منها أن تحدث نهضة اقتصادية نسبية معتبرة، معتمدة فقط على خلق رواج تجاري داخلي يحرك الدورة الاقتصادية مع توفير الشغل الدائم للحرفيين المجربين في شتى المجالات، وكذلك خريجي معاهد التكوين المهني في مجمل التخصصات، وذلك من أجل تهيئ المغرب والمغاربة لخوض غمار تجربة الصناعة الثقيلة وغزو الأسواق العالمية في مرحلة مقبلة. يجب أن يفهم الجميع بأن إنجاح النموذج التنموي لن يكون نهاية المطاف أو فوزا عظيما، بل فقط مرحلة ضرورية تأهيلية ترفع معنوية المجتمع وتجعله يستطيع استشراف المستقبل بكل ثقة وكفاءة. يجب الاقتناع بأن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون عملية دقيقة تصبو إلى تأهيل وتكوين المجتمع برمته أو استكمال تكوينه صوب العمل الجاد، ولكن لا بد لهذا النموذج التنموي أن يضمن للعمل الجاد مردودية منصفة تتماشى مع كلفة المعيشة، حتى يتحقق توازن سليم بين عرض وفير وطلب متزايد من جهة، وحتى تتحقق السعادة الوطنية مفتاح النهضة الاقتصادية الشاملة من جهة أخرى. السعادة الوطنية، الاطمئنان، السكينة العامة كتجي من واحد النوع ديال واحد النفسية ديال الارتياح، الاطمئنان، ماشي اللي كنشوفوا دابا مع كامل الأسف هذا الهجوم اللي ولا ديال أصحاب الأسلحة البيضاء والسلوف يعني الحادة التي تقطع أيادي والأرجل بطريقة وحشية، وإلى أن أصبح الناس يخافون أن يتحركوا بحرية في حيهم وأحيائهم. والله يكفي بنا جميعا إن شاء الله، حيث بعد يعني بعض الفيديوهات اللي كنشوفوا دابا في الواتساب وفي الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بالمباشر كيصوروا لنا شي حوادث، يا ربي السلامة وصافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كانت غير ما بين قوسين. طيب، المبلغ الإجمالي السنوي الذي تم تخصيصه للنموذج التنموي المأمول بدون أي مجهود جبار، المبلغ الإجمالي السنوي الذي تم تخصيصه للنموذج التنموي المأمول بدون أي مجهود جبار حسب ما تم طرحه أعلاه، وفقا لمبدأ من لا شيء يمكن أن نصنع كل شيء، لا بد أن يخدم الهدف المقترح. إنه مبلغ رغم أهميته لا يجب صبه لإنهاء أو لإتمام مشاريع ضخمة أو مشاريع تنموية قديمة قد تكون لها منفعة على المدى البعيد دون حل مشاكل المغرب الآنية ودون تأهيل المجتمع للمستقبل القريب. الهدف إذن هو خلق رواج تجاري داخلي يجب يجعل الأموال تتداول بسلاسة وبسيولة واقعية من أجل إنعاش الدور التجارية، محققة الاطمئنان العام والسعادة الوطنية. السعادة الوطنية، هذا باش جبد داك القوس قبيلة، ملي كتكون السعادة داخل المجتمع كيكون طموح وكتكون عزيمة وطلب في العمل الجاد إلى آخره بمعنويات مرتفعة، وما كيكونش إحباط. وهذه السعادة الوطنية يعني الشرط الأول هو يعني أضعف إيمان، ما يكونوش السيوفة في الأحياء كيتسارى وكيديروا ما بغاو وكيطغاو على الناس وتكرفصوا عليهم. وتحياتي للناس الصاهرين على أمن المواطنين. طيب، أحسن المرفقين لمالهم الخاص هم فئة الموظفين والمؤجورين بصفة عامة،
يجب إذن رفع الأجور وتحقيق المساواة بين أصناف الموظفين العموميين العاملين في شتى المرافق العمومية والوزارات مع رفع أجورهم وتعويضاتهم إلى حدود 50% أو أكثر حسب المال المتوفر أي المبلغ السنوي الموجود والمستخلص من ميزانية الحكومة. ذلك سيحفز القدرة الشرائية بالنسبة للطبقة المتوسطة التي ستحرك التجارة الداخلية والدورة الاقتصادية، وستنعش فئة المهنيين والحرفيين البسطاء المنتمين للطبقة السفلى. كما أن رفع أجور الموظفين العموميين سيمكن من مباشرة الإصلاح الإداري بكل ثقة وصرامة، مباشرة أو تسهيل هذه العملية. ومعلوم أن دون إرادة حقيقية للقضاء على الرشوة المحسوبية والبيروقراطية في الإدارة العمومية لا داعي للتفكير أصلا في التنمية، لأن الإدارة المتخلفة بصفة عامة، صفة عامة، هذه ما عندهاش علاقة بالنموذج ديالنا ولا بطبعها تحارب التقدم. يعني هذا الإدارة المتخلفة بصفة عامة بطبعها تحارب التقدم وتهمش الكفاءات وتبعد المصلحين وتجعل السعادة الوطنية أمرا مستحيلا. وأما الفكرة المحورية فيجب أن تكون وراء حماس مجتمعي عام عارم، الترحيب ودراسة كل اقتراحات شيء طبيعي وضروري في هذا الصدد بالطبع، ولكن لعل أفضل فكرة لتعبئة الناس حول نموذج التنموي الواقعي الجديد هي كالتالي: من لا شيء يمكن أن نصنع كل شيء. هذا هناك كيجي دور الإعلام والصحافة الجادة إلى آخره، ربما نعاود نذكروا عليها من بعد. ودور المساجد يعني في صلاة الجمعة كتكون داك الخطاب ديال الإمام كيمكن يتكلم للناس على هذه المسائل: من لا شيء يمكن أن نصنع كل شيء. راه الثروة أنت تصنعها بيديك بالخدمة ديالك، ماشي ضروري يكون عندك شي كنز ولا شي. إوا المهم هذا دور الإعلام والصحافة وأئمة المساجد في صلاة الجمعة يهضروا مع الناس، حيت كيكونوا الناس ديك الساعات كيسمعوا مجموعين إلى آخره. إوا طيب، وهذا يعني أن دون أي تكلفة إضافية يمكننا أن ننعش بشكل ملموس الدورة الاقتصادية الداخلية التي بفضلها سيتم تأهيل المجتمع في أفق تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة. ها هنا الهدف والفكرة، وبطبيعة الحال هذا طرح يحتاج لمزيد من التبيان والشرح، كما يحتاج لعرض التدابير الضرورية المرافقة التي لا بد من حصرها بإتقان. هادشي هذا كيخصو تدابير مرافقة بطبيعة الحال، لا يتسع المجال باش نذكروا كل شيء، ولكن راه ضروري واحد التدابير مرافقة كتكون على حسب القرار اللي غنتاخذوا، يعني واش حسب الطرح هذا، واش هذاك المال اللي هو موجود متوفر نعشو به الدورة الاقتصادية ونضعفوا أجور الموظفين العموميين اللي هما كينفقوا بسخاء اللي غادي يحركوا لنا فئات أخرى إلى آخره، على اعتبار أن هذا الموظفين العموميين هما اللي كيمثلوا الطبقة المتوسطة الحقيقية. طيب، والتي تطمئن على المداخل ديالها، ماشي بحال الطبقة المتوسطة الأخرى اللي كتكون في المهم هذاك موضوع آخر ربما غادي نجيولو من بعد. ما نطرحوا هذا سبعة الفقرات اللي كنقترح عليكم دابا. ها هنا الهدف والفكرة، نعود هذا الجملة، وهذا يعني أنا دون أي تكلفة إضافية يمكن أن نعيش بشكل ملموس الدورة الاقتصادية الداخلية التي بفضلها سيتم تأهيل المجتمع في أفق تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، حيت كيخص غير انطلاقة. ها هنا الهدف والفكرة، وبطبيعة الحال هذا طرح يحتاج لمزيد من التبيان والشرح، كما يحتاج لعرض التدابير الضرورية المرافقة التي لا بد من حصرها بإتقان ثم فرضها بذكاء لقطع الطريق على الفشل بصفة تامة. لا بد للنموذج التنموي الجديد أن يقطع مع التجارب السابقة، لا بد له أن لا يسقط في المبالغة، كما لا بد للإعلام الوطني بصفة عامة أن لا يهرول لتعظيم أهدافه حتى لا يصاب المجتمع بإحباط إضافي هو في غنى عنه لا قدر الله، بل يجب وضعه في حجمه الحقيقي وتوضيح أبعاده دون زيادة ولا نقصان. من المفروض أن تظهر أولى نتائج النموذج التنموي الجديد في أجل سنة واحدة، ويجب أن يبدأ سريان مفعوله في شرايين المجتمع بصفة تلقائية وفعلية في المدة الزمنية نفسها. ولكن لا بأس للإعلام الوطني أن يروج لفكرة من لا شيء يمكن أن نصنع كل شيء، ليس كشعار
فارغ ولكن كان مبدا صارم مقنع، وهذا دون دور الاعلام الجاد وحده، كما ان من واجب الاعلام الجاد. وقلنا حتى المساجد، الحمد لله حنا المساجد ديالنا تقدر تقوم بدور رائع ومهم جدا في هذا الصدد، وان شاء الله. كما ان من واجب الاعلام الجاد عدم التلكؤ في نشر اقتراحات المواطنه في هذا الصدد حتى تصل الى الفاعلين في المجال الثقافي، وايضا الى اللجنه الموكل اليها اعداد وانشاء النموذج التنموي الجديد لكل غايه مفيده. وبطبيعه الحال تبقى قضيه الاقناع بالفكره وبالمقترح مع الشرح والتفسير باستفاضه لو اتضح ان ذلك ضروريا. هي يعني لحد الان كنهضروا غير على يعني قضيه واحده، وهو داك الاموال اللي كتكون في الميزانيات ديال الجامعات وديال بعض المؤسسات العموميه الى اخره الى اخره. هذوك البنود ما غنحيدوهمش، غنخليوهم غير في الوقت اللي في عوض غنشريو بهم الورد ولا غنشريو بهم السيارات ولا غنشريو بهم مسائل تافهه اللي كتسالى دغيا وما عندنا نديرو بها. هذا الشيء كيكون وقت الرفاهيه وقت هذا، ان شاء الله نولي في واحد المستوى الى اخره، ولكن دابا داك الاموال ديالنا، ولكن ما نحيدوش داك البنود. انا نقول لكم علاش، من لا شيء يمكن ان نصنع كل شيء. يعني كاين دول اللي وصلت يعني تختار واحد التخصص، بحال دابا اليابان شنو عندها كموارد؟ ما عندهاش، ولكن عندها التجاره وعندها الذكاء وكتجمع لي بياس وكتصنع وكتبيع. المادة الخام كتجيبها ما عندها والو. ألمانيا ملي كانت من بعد الحرب ديال الخمسة الربعينات ديال الحرب الثانية، تفرضت عليها في مسائل اللي يعني ديون. إلا رجعتي للتاريخ وشفتي باش كانت محكوم على ألمانيا تأديه للحلفاء، ما يمكنش تصور أن ألمانيا غتكون ألمانيا اليوم. لا، ردوا الديون ديالهم ورضاو هذاك الحلفاء اللي انتصروا عليهم في الحرب، ودابا هما صحاب، وها هما دابا هما الاولين قوه اقتصاديه الاولى في اوروبا. وكاين نماذج اخرى بطبيعه الحال، نماذج اخرى قريبه، راه كاين اللي حقق تنميه في 8 سنين 12 عام بواحد الطريقه يعني مبهره. طيب، يعني هذا كتعطيك غير واحد الفكره لكيفاش يمكن ننطلقوا. انا دابا كنقبض غير ديك الميزانيات الصغيره، الا خلينا دوك الفلوس حيت كيدخلوا كل عام ماشي مبلغ مالي كيكون عندنا وغنصرفوا باش نحققوا شي ربح ولا شي حاجه، كنقدروا هنايا مثلا ما نتوفقوش، يعني واحد المبلغ قولوا عندنا واحد 10 ديال الدراهم اش غنديروا بها؟ غادي نشريو هذه القضيه مثلا ولا هذه ولا هذه وغنبيعوها. ما جابش الله، مشى الفلوس ومشى راس المال الى اخره. لا، هذا مبلغ متوفر وكيدخل ديما، هذا راه بحال شي ماء العين كتعطيك الفلوس، الماء هابط بالفلوس كل عام كاين في الميزانيه والفلوس ديما كاينين. اذا هاد المبالغ هادي واخا تبان لكم يعني غير ببعض الملايير السنتيمات، ولكن تحقق بها اشياء كبيره. كيمكن كمقترح انايا هادوك الفلوس مع كيدخلوا كل عام غادي نحولوهم للطبقه المتوسطه اللي كتعمل مع الدوله. حنا كنعرفوا انهم كيصرفوا المال ديالهم ما كيكنزوش، هادوك يمكنهم يحركوا لنا. كاين هذا اقتراح، ما كانش هذا الاقتراح اتفقوا على حاجه اخرى. اش غنديروا دوك الفلوس اللي كيدخلوا كل عام اللي دابا قطناهم بطريقه سهله مهنا كي غنديروا بهم؟ وهكا كيدير التفكير، كيدير التفكير، كيدير التفكير حتى كنلقاو شي حاجه. ولكن ما نفرقوش، كيخصنا نقبطوا فكره وحده وننفذوها، ما نبقاوش نرشوا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، هذا الشيء كيبقى غادي كله ضعيف. ايوا المهم وصلنا دابا مخبخه. انا نزيد هذه الفقره الثانيه، هذه دابا الرابعه، نزيدو الخامسه اللي غادي نشرحوا فيها هادشي قليل من التوضيح والتبيان. طيب، اذا كان لدينا مبلغ من المال، هادشي اللي كنت كنقول دابا، اذا كان لدينا مبلغ من المال واردنا ان نروجه بما يعود بالنفع للمجتمع الوطن من اجل التنميه، فهناك أكثر من طريقة من أجل ذلك. فمثلا يمكن استعمال المبلغ المذكور لخلق مقاولات صغيرة وصغيرة جدا لتوفير الشغل الذاتي في المدن والقرى عبر تمويل الشباب بقروض بنكية بدون فائدة أو بفائدة ضئيلة جدا، مع تبسيط مسطرة الحصول عليها إلى أقصى حد وتخفيف شروط الضمانة
بشكل ملموس كما يجري الآن التحضير له في مبادرة صائبة ملفتة رائعة. ياه كانت واحد المبادرة سامية. حنا دابا هنا 11 فبراير 2020 القضية ديال منح القروض للمقاولات الصغيرة. بطبيعة الحال هذه مبادرة تقتضي شيئا من الشجاعة من طرف البنوك، لأن هناك من المتشائمين من يقول أن القروض البنكية ولو بدون فائدة لم تسترجع في معظمها اعتبارا لعدم جدية بعض المستفيدين منها المحتملين لظروف سيكولوجية، فالمستفيدون سرعان ما سيعلنون إفلاسهم بكل بساطة، حيت كانت واحد تجارب سابقة وفعلا كان مشكل في استرجاع القروض إلى آخره. المتشائمون يعتبرون أن الفئات الفقيرة من الشعب على العموم غير مهيئة بعد لتسيير المقاولات الذاتية التي تقتضي تدبير قسط من المال دون رقابة فورية آنية لصيقة، لأن تسيير مقاولة ذاتية تقتضي الشعور بمسؤولية فعلية، في حين أن الفئات الهشة غير مؤهلة بعد لتدبير شؤونها من تلقاء نفسها، ولا داعي للخوض من جديد في كل ما يتعلق بتاريخ الاقتصاد الريع الذي فعل فعلته على مدى عقود وأدخل الناس فيما مضى في سيكولوجية أو عقلية انتظار العطاء من غير عمل يذكر. ولكن الحقيقة أن لدينا من الشباب المنتمي للطبقة الفقيرة من يجدون 6 ملايين من أجل تكلفة المغامرة اليائسة في البحر الأبيض المتوسط ولا المحيط الأطلسي، لا البحر الأبيض المتوسط ماشي المحيط. وإذا كانوا لا يستثمرون ذلك المبلغ لإنشاء مقاولة صغيرة فما رد ذلك فقط إلى غياب القدرة الشرائية لدى الطبقة الشبه متوسطة والتي تنعت ظلما بالمتوسطة، فلو توفر المال لدى هذه الأخيرة لقامت بدور فعال لتحريك عجلة النمو. يعني أن مقاولة صغيرة هذا عنده 6 مليون كيديرها في باطيرة وكيتم غادي دا نصهم كيموت في الطريق كيغرق، نص الآخر كيوصل كيردوه، أولا كيوصل تما وما كيبقى ما يدير، راه ما كاين والو تما ما يدير. إذا 6 مليون ضاعت هباء منثورا. هذيك 6 مليون كون كانت على طبقة متوسطة عندها ما تنفق، ماشي كتخلص الضو والما والكرا ولا يعني الطريطه ديال الدار والى اخره الى اخره، وما كيبقى لها ما تزيد، ما غادي ما غيمكن شي هذاك اللي غادي يدير مقاوله ذاتيه يتنفع، حيت ما غيبيع حتى حاجه وما غيشري وما غيدير والو. هذه هي الفكره، كيخديك الطبقه المتوسطه المضمون انها كتنفق، هي اللي خص يكون عندها الفلوس باش تهز لنا ديك الطبقه ديال المقاولات الذاتيه الصغيره والبسيطه الى اخره. ولكن بطبيعه الحال هادشي راه كيخصو دراسه وكيخصو هذا ومزيدا من التدقيق، ولكن المجال ما كيتسعش باش نزيدو ندقوا هاد الامور، حيت كاين طرق باش كن في المغرب لدينا طبقات متوسطه وليس طبقه متوسطه واحده، والطبقه المتوسطه التي يمكن التعويل عليها 100% لانها الاكثر استهلاكا داخل الوطن ما عدا بعض الاستثناءات القليله جدا، لانها الاكثر استهلاكا داخل الوطن هي طبقه الموظفين العموميين، فمضاعفه اجور هذه الطبقه بالخصوص بالطريقه التي تم اقتراحها سلفا ستمكن من استرجاع ثقه البسطاء الذين لديهم موهبه سواء في التجاره او في شتى المهن التي من شانها انقاذهم من اليأس التام، ذلك لأن الموظفين العموميين يشكلون الفئة الوحيدة التي ما زالت تضمن دخلها القار بفضل استقرار الدولة، فتنفق ما لديها ولا تبالي. هذا حتى هي واحد العامل مهم، يعني هذا الموظفين العموميين عندهم واحد الدور فعال في تنشيط حركة الاقتصاد والدورة التجارية، وبقليل من التسيير غادي يمكن نستغلوا اكثر هذا الطبقه هذه اللي عندها دخل، يعني هو دخل ماشي كبير ولكن مضمون الحمد لله بفضل استقرار الدوله، خصنا نستغلوا استقرار الدوله ونستغلوا هذيك الاجور اللي كنعطيو لدوك الموظفين نستغلوهم ونحركوا الدوره الاقتصاديه طبيعه الحال مع رفع الاجور بطريقه ملموسه، ماشي ديك 100 درهم 200 درهم، كاين شروط ديال هادشي هذا وربما نتذكروا في هاد المسائل مره اخرى. هذا مجرد اقتراح ديال داك المال اللي كيدخل ديما فين نديروه، هذا اقتراح واحد وكاين اقتراحات اخرى،
المهم الفكره الاولى على اننا المنبع اللي غناخذوا منه داك المدخول اللي غينفعنا في النموذج التنموي. طيب، لن تكون البنوك مغامرة في منحها قروضا للشباب ولو بدون ضمانات مسبقة في حالة ما تم رفع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي لا تكنز شيئا وتنفق كل ما لديها، وهي طبقة الموظفين العموميين. كاين شروط تقدروا نديروهم، يعني ان هذا رفع الاجور كتكون تسهيلات في واحد النطاق محدد. طيب، وقلنا ناتي سناتي على هذا، على شرح هذه الامور هذه. فلو تم استرجاع الثقه في الرواج الاقتصادي الداخلي لما استثمر الشباب اليائسون مثلا 3 ملايين سنتيم على اقل تقدير لمجرد محاوله عبور البحر الابيض المتوسط طلبا للموت، او انعتاق اضحى شبه مستحيل في الضفه الاخرى. ولكن هذا طرح يتوقف على اتخاذ تدابير مرافقه ضروريه لا بد من تطبيقها بصرامه، مع انها تدابير غير مكلفه سياسيا ولا ماليا ولا اداريا، ولكن بشأنها إنجاح النموذج التنموي الجديد بشكل أكيد. يعني بالنسبة لهذا الاقتراح هذا اللي حنا دابا كنهضرو فيه، هذاك الفلوس ولا المال اللي توفرنا عليه دابا غير غنغيرو، يعني كتمشي هباء منثورا في اقتناء أشياء للإدارة في غنى عنها. يعني هادوك الفلوس نعطيهم موظفين نزيدو في الاجور، باش تساعدنا هاد القضيه حتى في محاربه الفساد داخل الاداره العموميه الى اخره الى اخره، لا وجد طبعا. وحنا ما خاسرين والو، على كل حال فلوس الاداره تبقى في الاداره، هادوك فلوس الاداره كيمشيو في اقتناء اشياء تافهه غتولي تمشي عند الموظف اللي غادي يحركنا الدورة الاقتصادية. هذا قلنا اقتراح واحد، غادي نشوفوا اقتراحات اخرى. وجميع الاقتراحات مزيانة، حنا غير المهم كل واحد يعطينا فكرة. ولكن هذا طرح يتوقف على اتخاذ تدابير مرافقة ضرورية لا بد من تطبيقها بصرامة، مع انها تدابير غير مكلفة سياسيا ولا ماليا ولا اداريا، ولكن بشأنها انجاح النموذج التنموي الجديد بشكل اكيد. نعم، من لا شيء يمكن أن نصنع كل شيء، يكفينا الإيمان بالقضية مع كثير من التركيز ومزيد من التفكير الصائب المحيط بجميع الإكراهات الوطنية والدولية. التنمية في المغرب ليست مستحيلة بل وشيكة. طيب، يعني دابا وصلنا لواحد المرحلة في التخيل ديال بلورات هذا النموذج التنموي الجديد، لان قبل ما نبداو كاع في طرح البرنامج وشنو غنديروا كيخصنا واحد المال يكون عندنا، احنا لقيناه من الميزانيات ديال العموميه والجماعات المحليه ومؤسسات عموميه اخرى. غناخذوا هذوك البنود وغادي اللي غادي نقبطوهم اللي غيبقوا كيصبوا في صندوق ديال هاد التنميه على حساب البرنامج اللي غادي نديرو، واش غنديرو بداك الفلوس اللي كيدخلو سنويا. الا مشينا حيدنا مثلا دوك البنود هذا يكون خطا، وغادي نشوفوها المره المقبله ان شاء الله ولا توطالو الا كملت دابا.